مرحبا بكم في كولومبيا ميزوري. هذا الفيديو سوف يظهر لك العديد من الطرق لك ولعائلتك كيف سوف تستخدم الرعاية الصحية في مجتمعنا. هنا في كولومبيا نحن محظوظون بلدتنا لديها نظام الرعاية الصحية ممتاز. هناك العديد من الأماكن والأشخاص الذين سوف يساعدونك وعائلتك في البقاء بصحة جيدة. أول محطة لدينا هي مكتب الطبيب. مكتب الطبيب هو المكان الذي سوف تأخذ أطفالك للفحوص منتظمة، وعندما تكون مريض سوف تذهب أيضا إلى مكتب الطبيب للحصول على التطعيمات التي يحتاجها طفلك. إذا كان طفلك يعاني من البرد أو السعال أو الحساسية تحتاج إلى أخذ طفلك إلى الطبيب، لا تحتاج للذهاب إلى غرفة الطوارئ. قبل الذهاب لرؤية الطبيب سوف تحتاج استدعاء مكتب الطبيب لتحديد موعد. يمكنك الاتصال بهذا الرقم والتحدث مع شخص ما بلغتك. عندما تصل إلى مكتب الطبيب ابحث عن الغرفة التي يعمل فيها طبيبك. قيام بذلك العثور على علامة تحتوي على قائمة باسم الطبيب. معظم الوقت هذه القائمة على الحائط بالقرب من الدرج أو المصعد. من المفيد إحضار ملاحظة مع اسم الطبيب مكتوب عليها، وبهذه الطريقة إذا لم تتمكن من العثور على الغرفة يمكنك أن تطلب من شخص ما مساعدتك في العثور على مكتب الطبيب. قد لا يكون مكتب الطبيب في الطابق السفلي من المبنى. إذا كان هذا صحيحا سيكون لديك الالتجاء لتأخذ المصعد أو الدرج. بمجرد العثور على مكتب الطبيب تحقق من مكتب الاستقبال وانتظر حتى يتم استدعاء اسمك، اسم طفلك. عندما تكون في المكتب الطبيب سوف تكون قادر على التحدث إلى شخص ما بلغتك باستخدام الهاتف. هذا الشخص سوف يترجم لك. يجب عليك إحضار حوايتك إلى زيارة الطبيب. تأكد من إحضار بطاقة التأمين الصحي وغيرها من الوثائق الصحية معك. سيقوم الطبيب بفحص طفلك وطرح الأسئلة حول صحته. سيقوم الطبيب بالاستماع إلى قلب طفلك والنظر في كلتا الأذنين وإجراء فحوصات أخرى للتأكد من صحة طفلك. قد يطلب طبيبك إجراء اختبارات. قد تشمل هذه الاختبارات الذهاب إلى مختبر لعمل فحص للدم أو للحصول على الإشعة X-ray. تأكد من أنك تعرف أين ستحتاج للذهاب إلى إجراء هذه الاختبارات قبل أن تغادر مكتب الطبيب. يجب على كل فرد من أفراد عائلتك الذهاب إلى الطبيب لإجراء فحص منتظم مرة واحدة في السنة على الأقل. إذا كنت حامل سوف تحتاج إلى رؤية الطبيب مرة في الشهر. هذا سوف يساعدك وطفلك البقاء بصحة جيدة. إذا كان لديك طفل رضيع سوف تحتاج إلى رؤية الطبيب عدة مرات في العام. سوف يحتاج طفلك إلى اللقاحات والفحوصات التي من شأنها أن تساعد في الوقاية من الأمراض. إذا لم يكن طبيب طفلك قادر على رؤيتك عندما يكون طفلك مريض أو لديه إصابة بسيطة يمكنك الذهاب إلى الرعاية العاجلة. سيكون لديك طبيب هناك يمكن أن يرى طفلك. سوف تحتاج إلى إحضار بطاقة الهوية الخاصة بك وبطاقة التأمين إلى عيادة الرعاية العاجلة. لا تحتاج إلى تحديد موعد حتى تحصل على مقابلة مع الطبيب في الرعاية العاجلة. كما هو الحال في مكتب الطبيب
سوف تكون قادر على التحدث إلى شخص ما في لغتك باستخدام الهاتف. عندما تذهب إلى الرعاية العاجلة وينظر لك من ويراك الطبيب على أساس على حسب وصولك وتسجيلك اسمك في القائمة. يمكن للأطباء الرعاية العاجلة مساعدتك عندما يكون طفلك مصاب بحمى أو عدوى أو ألم في الأذان، ويمكنهم أيضا رؤية طفلك لإصابات بسيطة. إذا كان لديك حالة طوارئ صحية يجب عليك الذهاب إلى المستشفى في الفور. عندما تصل إلى هناك انتقل إلى غرفة الطوارئ. قد تسمع غرفة الطوارئ تسمى IR، ذلك إذا كنت لا تستطيع قيادة نفسك أو عائلتك إلى IR يرجى الاتصال 911 911. سيارة الأسعاف سوف يقلل ينقلك يأخذك إلى المستشفى. IR هو المكان الذي يمكن أن تذهب عندما تحتاج الرعاية الصحية السريعة لمزيد من الأمراض والإصابات الكبرى، وتشمل هذه الكسر، ألام الصدر. عليك أيضا الذهاب إلى الأيار إذا كنت لديك نوبة الربو الحاد لديك، قطع نزيف حاد، ألم شديد في جزء من جسمك، أو لا يمكنك أن تتحرك أو لا تستطيع الكلام. سوف تحتاج إلى إحضار بطاقة الهوية الخاصة بك وبطاقة التأمين الخاص بك إلى الأيار. سوف تكون قادر على التحدث إلى شخص ما بلغتك باستخدام الهاتف تماما، كما يمكنك في مكتب الطبيب وعيادة الرعاية العاجلة. في الأيار سوف تنتظر لرؤية الطبيب. يرى الطبيب المريض الذي يعانون من الإصابات الشديدة، أو يجب أن تخطط بالانتظار فترة طويلة عند زيارة غرفة الطوارئ. سيقوم الطبيب بإجراء فحص ثم فحصك، ثم سيخبركم إذا كانت أنت أو عائلتك سوف تحتاج إلى البقاء في المستشفى أو العودة إلى أو العودة إليهم لهم للحصول على أفضل. وبمجرد رؤيتك الطبيب في مكتب الطبيب أو الرعاية العاجلة أو الأيار، قد يكون لديك وصفة طبية للحصول على الدواء. إذا كان طبيبك يصف الدواء لك أو لعائلتك، سوف تحتاج إلى شرائها من الصيدلية تماما كما هو الحال عندما ترى الطبيب. سوف تحتاج إلى إحضار بطاقة الهوية الخاصة بك وبطاقة التأمين الخاص بك إلى الصيدلية. سوف تحتاج إلى أخذ وصفة طبيب إلى الصيدلية. إذا أعطاك الطبيب واحدة، هذا يخبر الصيدلي عن الدواء الذي تحتاجه. من المهم جدا أن تفعل فقط ما يخبرك الطبيب أن تفعله بالنسبة للدواء حتى تطيب من المرض. الدواء بالضبط الطريقة التي قال طبيبك. أن إذا كنت تريد أن تعرف المزيد عن الدواء أو كيفية اتخاذها، يرجى التحدث إلى الصيدلي، أو يمكنك أن تسأل الطبيب. إذا كنت لا تستطيع فهم الطبيب، قد تجد صديق يستطيع قراءة المعلومات على الدواء ويشرح لك كيف تأخذه. سوف تحتاج إلى إعادة تعبئة بعض الأدوية حتى تتمكن من الاستمرار في أخذ الأدوية. ابحث عن كلمة عبوة في الجزء السفلي من الملصق. إذا رأيت رقم واحد أو أكثر بعد كلمة الملك، فإنك سوف تحتاج إلى الحصول على المزيد من الدواء. تأمل، نأمل أن يظهر لك هذا الفيديو بعض الطرق التي يمكن أن يساعدك بها الأطباء والمستشفيات. نريد منك
أن تشعر بالترحيب في بلدنا الجديد، في بلدك الجديد، ونحن نريد لك ولعائلتك البقاء في صحة جيدة حتى تتمكن من التمتع بجميع الأشياء الرائعة في كولومبيا ميزوري.